السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أحد أبواب الأقصى المبارك من باب الصفات. جمعة مباركة علينا وعليكم عمة محمد المسلمين من المرابطة المقدسية نفيسة خويس. أنا محرومة أفوت الأقصى، أنا مبعد على الأقصى 100 متر، ممنوع أفوت الأقصى من مرة ولا كان على الأقصى. الليلة على الفجر باب حطة هجموا علي بيدي 8 وأذنوني ذبحوني وطلعوني لباب الصفات الليلة على الفجر لعبر وكل اللي مصلين. كل يوم بضربوني وبيعتقلوني وبنقتلوا فيي، هذا هو الاحتلال الظالم، هذا هو الاحتلال الغاشم، هو استحل الارض واستحل البشر والشجر والحجر، هذا احتلال مش عنده اخلاق، لا بيحترم ست كبيره ولا بيحترم شاب ولا طفل ولا رجل ولا بيحترم حدا، هذا هو الاحتلال الظالم، هذا هو الاحتلال الظالم الغاشم. ضربوني كسروا عظام، مش قادر احرك ظهري ولا رقبتي. الفجر هجموا علي وانا قاعده بصلي، اصلي الفجر، انا مش بربع عليهم برا، انا برا زدتوني على اخر الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، على اللي بتفرجوا عليهم، على الساندينهم، على الداعمينهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. انا بدي احكي للعالم كله، فيش حد عنده ضمير حي يجي يحمينا من الاحتلال، فيش حدا عنده ضمير حي، فيش عنده حدا ضمير حي يحمينا من الاحتلال الظالم الغاشم. ها انا بدي اعلي صوتي للعالم كله، بطل يجوا وبطل يسمعوا الكبار اللي هم، انا انتوا عارفين لمين انا بوجه الكلام، حرام عليهم، بدعسوا علينا زي ما بدعسوا على الارض اليوم على الفجر، اذلوني كسروني وضربوا الشباب، حرام عليكم، احمونا شوي من الاحتلال، حررنا الاقصى، انا نفوت عليه الاقصى، طلع بالشارع بنصلي مش خالصين، والله بالشارع بصلي وبجوني بتهجموا علي كل يوم بنكلوا فيي كل يوم كل يوم. يا عمي وين الضمير؟ يا عمي وين الدم العربي؟ وين الشعب العربي؟ وين المليارات؟ وين وين العالم كله؟ وين وين؟ حرام عليكم، حرام عليكم، نكلوا فينا، حرام عليكم.